ها هي مدينة وهران الباهية تزداد رونقاً وجمالاً وهي تحتضن حدثاً ثقافياً دولياً وعربياً مهماً. إنه مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الذي يعود من جديد وينطلق في طبعته 12 بمشاركة دولية وعربية واسعة بعد توقفه لمدة 6 سنوات بسبب جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم. ضيوف الجزائر من أهل الفن السابع لهم خالص وأصدق التقدير وهم يشاركون الجزائر الطبعة 12 من مهرجان وهران الثقافي الدولي للفيلم العربي الذي يرفع ستاره أمام نجوم السينما وعشاقها بعد غياب ليعود بكل الألق. إن وزارة الثقافة والفنون ومن خلال مهرجان وهران الثقافي الدولي للفيلم العربي تؤكد على الموقف الثابت للجزائر قيادة وشعبا تجاه أم القضايا العربية فلسطين. مهرجان نجح، هذا فريق عمل كامل، وزارات مجندة، وزارة الثقافة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، كل وزارات كانت مجندة لإنجاح هذا العرس الثقافي السينمائي. ولاية وهران فتحت لنا الباب، كل الناس اللي مشاركين في المهرجان لباوا الدعوة وجاو. أكثر من 60 فيلما تضمنتها قائمة الأفلام المشاركة في مختلف أنماط هذه الدورة، أبرزها مجموعة الأفلام الفلسطينية التي تشارك هذه المرة تحت عنوان غزة من مسافة الصفر، والتي تسلط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب العدوان الصهيوني الغاشم، وكذا فيلم الافتتاح لمجموعة الأفلام الجزائرية عين الحجر. المسافة صفر اللي هتكون يوم 7 أكتوبر في قاعة المغرب، اللي هي أفلام فلسطينية تم تصويرها تحت القصف في قطاع غزة. أنا أرجو طبعاً، أنا كنت هنا من 10 سنوات وعدت مرة ثانية الحمد لله، وفرحان جداً بعودة المهرجان للعمل مرة أخرى في الحقل السينمائي، لأن ده شيء بالنسبة لي عظيم جداً. C'est un immense plaisir et une joie de revenir en Algérie et de surtout pour remercier les Algériens. احترافية كبيرة سواء في التنظيم سواء في الأفلام اللي راح تجوز هذه، إن شاء الله نتمنى له التوفيق لأنه راح يكون زيوت جديد للثقافة والفن في الجزائر. هذا وتستمر الطبعة 12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي إلى غاية 10 أكتوبر ليلة ختام هذه التظاهرة الثقافية الدولية الكبرى التي تتزين بها عروس الغرب وهران، وتشكل فرجة لعشاق الفن السابع داخل الجزائر وخارجها.